نادي الاهلي. نعم طبعا احكي لك اللي حصل. بقول احكي لك لي. اه يوم القرعه كان انفانتينو عمل لنا فطار عمل يعني بزنس بريكفاست كويس، وكان عامل لنا برزنتيشن مع ايه اللي هيحصل والبطوله دي عامله ازاي والايرادات بتاعتها هتبقى عامله ازاي والفلوس المفروض تبقى عامله ازاي والسوليدار كل الحاجات دي هو انفانتينو عملها. ومن ضمن الحاجات اللي هو حكاها يعني قال لك احنا كفيفا جميع ايرادات هذه البطوله هتروح للانديه كل الايرادات بعد استقطاع المصاريف. كويس. النهارده انت البطوله دي خلي بالك انت بتروح 5 ايام قبل البطوله على حساب الفيفا. فكاس العالم للانديه العادي ده كان 35 اوفيش يعني البعثه 35، لا البعثه دي 55. نعم ماشي. فعندك بيس كامب هتقعد فيه كل ده على حساب الفيفا. عندك طيران، مش بقى طيران لاوروبا او طيران داخلي وكله. نعم كله. فقال لك انا هنستقطع هذه المصاريف بتاعتنا وهنقسم الفلوس جزئين. جزء اللي هو البارتيسيبيشن فيه اللي هو السوليداريتي اللي هو عشان انت اشتركت. بدايه البتاع بتاخد مبلغ. طبعا الناس بتقول لك 50 مليون والكلام ده مش موجود اصلا ولا في الاحلام. وبعدين ده مبلغ لسه برضو ما تعرفش قد ايه. وبعدين مع البرفورمانس بقى مع الاداء مع النتائج بتزيد الفلوس. وبالتالي هو لكن البوت كلها الفلوس اللي هتخش هتروح للانديه كلها وبالتساوي. يعني في ناس كانت تقول لي كان رضا اسمه ايه ده بتاع الترجي رياض بن نور. يقول يا خالد انا سامع انهم هيعملوا هيدوا اوروبا اكتر من 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 افريقيا يعني. فانا رحت سالت الحقيقه قال لك لا مش حاجه اسمها كده. وسالت جاني وسالت ماتيوس قال لك ال 32 السوليداريتي كلها هتاخدها ثم زي ما انت قلت بقى طبقا للنتائج بالظبط. نعم. وبعدين الحاجه الكويسه اللي قالها بقى انفانتينو قال لك في اللي هو المنصه اللي اسمها ديزن اي ثينك او حاجه كده ديزن دي قالت انها هتدي كل البرودكاست كل البث ببلاش بالمجان على جميع المنصات. كويس. فهو جاني انفانتينو قال لك ايه؟ قال لك احنا عايزين هو شايف من وجهه نظره. أيوة. وانا شايف ان دي وجهه نظر سليمه جدا. ان بطوله كاس العالم للانديه افيد للستيك هولدرز بتوع كره القدم من بطوله كاس العالم الكبيره. ليه؟ لانك انت النهارده كاس العالم الكبيره هي منتخبات. بتاخد من مصر 25 لاعب 26 لاعب وبيشتغل. لكن انت النهارده لما بتلعب 32 نادي فالاكسبوجر بتاع اللعيبه اكتر. انت عندك كم لعيبه يعني مثلا ريال مدريد في كم لعيب محترف مانشستر سيتي عندك اكسبوجر. فقال لك اما المنصات تبقى ببلاش انت عندك 8 مليار بيحبوا بيعشقوا كره القدم هيتفرجوا على كاس العالم للانديه ببلاش. صح. عندك ظهور اكتر اكسبوجر اكتر للعيبه للمدربين للحكام. فبالتالي الستيك هولدرز بتوع كره القدم هيبقى بالنسبه لهم ظهورهم اعلى بكتير قوي من كاس العالم العادي. وبالتالي هو كان دايما من في وسط الكلام كده يقول ايه الناس او الانديه اللي هي ضد كاس العالم للانديه ما كانش بيقول اساميهم بيقول لك دول نتمنى لان في ناس كتير برضه بيقول لك دي بارك يعني بي 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 بصوتهم بيعلى على كاس العالم للانديه فنتمنى انهم يشاركوا بعد 4 سنين. وبعدين كابتن شوبير انا فاكر كان دايما مانويل جوزيه ربنا يديله الصحه والعافيه كان دايما بينتقد مش بينتقد يعني شايف ان بطوله افريقيا لازم تتعمل كل 4 سنين مش كل سنتين لان بيقول لك منتخبات لان بيقول لك كل ما المسافه او السنين كبرت بت 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 بتعلي من قيمه البطوله طبعا. نفسها. فانت النهارده ما تعمل كاس العالم للانديه كل 4 سنين انت بتعلي من قيمه المنتج بتاعك. صحيح. تبقى الناس مستنيه كاس العالم زي ما انت بتستنى كاس العالم. فبالتالي الموضوع ده كله بيفيد الكره في العالم كله. وعلى هذا الاساس كان دايما بيتكلم في هذا الموضوع ان ده افيد للانديه. افيد للعيبه افيد لكل الناس
الستيك هولدرز يعني بتوع كره القدم في العالم. وهو كان الحقيقه مبسوط جدا بهذا الموضوع. ولازم نقول حاجه،